ونحن اليوم بوقفة من أمام نقابة أطباء على خلفية فاجعة ألمت بعائلة لبنانية على أثر وفاة طفل الرضيع. هيدا الملف تم تحويله منذ أكثر من سنة من خلال النيابة العامة الاستئنافية إلى نقابة الأطباء لتقوم بتحقيقاتها وتقدم تقريرها بالنسبة لشو الأسباب اللي أدت لها الفاجعة. لذلك نحن بوقفتنا اليوم تنعمل جرد كبير على كل هالأخطاء ومدى المسؤوليات يلي نجمة عن كل الوزارات وعن كل المراجع المختصة، كان من دور نقابة الأطباء أو وزارة الصحة ونقابة المستشفيات. بعطي الكلمة أولاً لعضو تحالف متحدون خريجة الحقوق زميلتي بالتحالف توني مطايل لتقول كلمة صغيرة قبل ما ألقي الضوء بشكل وافي وكافي على المراحل القانونية لهالدعوة وغيرها. كتار من الأخطاء الطبية صارت بلبنان وكان ضحيتها كتير من المرضى وكتير من الشكاوى من الأهل المفجوعين، وكتار بيشككوا بمدى أحقية هيدي الشكاوى. بس أغلب الشعب اللبناني صار واثق إنه الطبيب اللي بيقترف خطأ بينجم عنه إعاقة أو موت هو طبيب محمي من زملائه، محمي من المستشفيات ومحمي من نقابته. اليوم وقفتنا على شرف طفل حديث الولادة، هو ابنه لمحمد طحيني اللي صار معروف بالإعلام باسم طفل معركة نسبة لضيعته معركة. طفل معركة ما مات من الجوع ولا من المرض. ابن محمد طحيني مات نتيجة إهمال طبي، هو آخر ضحايا الفساد الطبي بس مش آخر ضحية. سؤالنا كتحالف ضد الفساد، مين بيلاحق الطبيب في حال وجود خطأ ما؟ هل هي نقابته أو قانون الأداب الطبية؟ وين دور القضاء الفاصل والحاسم بمعركة المواطن اللبناني المعدوم لحماية حياته وحياة اللي بيحبهم من مافيا الإهمال والاستفشار المكون من بعض أطباء الموت بلبنان؟ شكراً توني. للحقيقة قضية طفل معركة بدأت في العام 2018 حين تم استهتار من قبل مستشفى في صور، مستشفى اللبناني الإيطالي، عندما قامت بعدم إغاثة هيدا الطفل ابنه لمحمد طحيني، عدم إخاسته لعدم قيام أهله بدفع فاتورة باهظة. هيدا الخطأ الطبي اللي نتج عنه هذه الفاجعة ما توقف هون. نحن بعد ما نسينا لا قضية إلا طنوس يلي تم بتر أربعة من أعضائها نتيجة الخطأ في التشخيص الطبي، ولم ننسى قضية صوفي مشلب أيضا التي أصيبت بضرر دماغي وبشلل وبكسور كلوي على بنتيجة إجراء عملية لها دون أخذ موافقة أهلها. ولم ننسى أيضاً إبراهيم الأشقير الذي مات على باب مستشفى المعونات من بعد عدم قبول إدخاله بزرائع وزرائع فمات. ولم ننسى أيضاً وأيضاً سوزان منصور يلي ماتت على أثر عملية أجريت لها ببطنها. فالاستهتار هيدا تبين عنه أنه كان سببه أحد الأطباء يلي مشارك بعمليتها هو غير مسجل في نقابة الأطباء، بل أكثر من ذلك غير حاصل على الكولوكيوم الخاص بممارسة المهنة. نحن اليوم بهيدي الوقفة للأسف بدنا نضوي على النهج المتبع من قبل نقابة الأطباء في لبنان ودورة الذي يمارس بشكل يعني حمائي للأطباء المرتكبين، فهي بدل أن تنظر بأحقية الدعاوى التي تقدم لها بل تأخذ مسار آخر بأنها بتقوم بتغطية عليهم. بل أكثر من ذلك بقضيتي صوفي مشلب وإلا طنوس تبين أن النقابة كان لها دور بتغطية الملفات والمستندات بدليل صدور قرار ظني صدر بخلال شهر شباط من العام الحالي أدين فيه كل من نقيب الأطباء السابق ورئيسة لجنة التحقيقات المختصة في نقابة الأطباء بجرم تزوير التقرير الذي تزود به النيابة العامة للفصل لتكملة المسار القضائي مسار التحقيق بهيدي. نحن اليوم بدنا نقول أنه أمام هيدي الارتكابات صار وقت أول شيء وزارة الصحة تأخذ دورة الرقابة الملزم وليس كما هو منصوص عليه اليوم هو صفة مجرد استشارية غير ملزمة تقوم فيها عندما يحال إليها ملفات فيها أخطاء طبية. هذا من جهة. من جهة تانية
نحن بندعي انه التحقيقات التي تجرى في نقابة الأطباء، واليوم يعني نحن في عنا بدنا يكون عنا تلقف لنقابة، ذاك التلقف يعني رح ناخده بعين الاعتبار، وهو قيامه بإجراء بعض التعديلات على المسار اللي بيسلكه التحقيق الطبي داخل نقابة الأطباء من حيث المهل وحصره بمهل معين لتقديمه للقضاء المختص. ولكن رغم ذلك نحن ما زلنا نلمس عدم جدية من قبل نقابة الأطباء ونقابة المستشفيات يلي هن اثنيناتهم نعتقد انه يتحكمون اليوم بمصير صحة المواطن اللبناني. منطالبهم الكف عن هذه الأساليب الملتوية بعدم تقرير الصح من الخطأ بهيدي الملفات، كما منطالب القضاء اللبناني بالإسراع ببت بهيدي الملفات على وجه السرعة، لأنه هيدا الدور مفترض أنه يكون رادع للأخطاء ويكون عبرة لكل طبيب بينتهك الأداب والأنظمة المرعية الإجراء في عمله. نحن بهيدي المناسبة نطلق مبادرة بإطلاق ورشة عمل للقيام بتعديل كافة القوانين ذات صلة بمحاسبة الأطباء وبتعزيز دور الرقابة، انطلاقا من الشعار اللي كان سبق وأطلقته تحالف متحدون بمعركته ضد الفساد، ضد الفساد القضائي على خلفية بالتوازي وبالتلازم مع السنوية الأولى للثورة، طالبين من كافة الأجهزة المعنية أن تقوم بدورة والمساعدة لتحقيق هذه المطالب. وشكراً. كيف كلمة أنا على زميلتي سيزرانيا تنعطي خبر أنه دكتور الزغبي من رئيس لجنة التحقيقات استجاب لطلبنا من شوي وأفادنا أنه عم بيتم تعديل النظام الداخلي من ناحية المهل ومن ناحية هالأمور، وهلأ بعد شوي حنطلع نجتمع معه. شكراً.